يبغى الإغلاق الحديد تحت الميتين على الأسبوعي. مصلح غلطتك الآن على الشهري فوق 28، باقي على الأسبوعي. تعرف إيش فيه على الأسبوعي؟ في هذا في متوسط 50 المكسور، كم يقرأ متوسط 200 المكسور وحدود قاع القناة الأصلي؟ 28.45، بيننا وبينها ربع ريال. يلا يا الحديد، خلي الشمعة الأسبوعية شبعان، وإذا كانك شقردي وكريم روح قفل فوق 30 عشان نطل في شمعة الشهر ونقول لا يوجد إغلاق تحت قاع 36 ريال ونحن داخل القناة الهابطة. طيب إيش صار؟ أبدا، بس تخويف، هدول في القيعان يبغوا يطردوكم. يلا يا الحديد صلح يا الحديد، والله الفيلم كله يبغى له ريال و75 هلل عشان تصلح كل شيء. يلا نغني له. يا حديد يا حديد يا حديد يا حديد ورينا فنك يا حديد، اديله من اديله من يا حديد، اديله من اديله من يا حديد، اديله من ما يفي إلا الحديد، إلا الحديد. الله يرزقه من ضارب حديد. الآن على الشاري لو قفلنا كده خلاص إن شاء الله مرتاحين مستقرين، حافظنا على 50 على الشاري، لكن نبقى على الأسبوعي وعلى اليوم ضعفاء، لكن نطلع فوق 28.45. الله، إغلاق أسبوعي حلو داخل القناة وفوق المتوسطين على الشاري والأسبوعي. أما لو رجع قفل فوق 30 يكون مسح لكم كل الأحزان وخلاكم ترجعوا لنفس المكان اللي انطلق منه في شهر 6 من وإن شاء الله ربي يكرمكم ويقولوا في المستقبل عد الحديد 36. تعرفوا لأنه المسار الهابط في أكتوبر أين يخترق؟ لازم يطلع الحديد 36، فلو كتب الله طلع فتخطى المطبات والمقاومات وين الشمن كحلي في المستقبل إذا عد 36. فقولوا يا رب يجي من القاع ويخترق بكرة القناة، فبدل ما يكسرها على تحت يقوم يروح يخترقها على فوق. والحديد يا ناس حديد، لا هو شركات عبانة حديد، البلد مشاريع، وذاك اليوم مسوين مؤتمر حديد. والحديد يا ناس، البلد قايمة على سمنت حديد، ولا هم حيبنوا عماير تنك ولا حيبنوا فايبر؟ ترى حديد، في أحد عايش في بيت ما في حديد؟